رجعنا لكم مرة تانية، وزي ما قلنا في المقدمة هنتكلم عن موضوع التدخين والأسباب اللي بتخلينا نروح على السيجارة على طول. هل هي يعني شطارة مننا؟ هل هي كل واحد مثلا بيثبت ان هو الأفضل أو الأجدر أو الأجرأ، ولا فعلا حقيقة ان الواحد لما بيبقى زهقان أو مزاجه مش مظبوط السيجارة دي يعني بتحسنه مزاجه بشكل رهيب جدا؟ بيحس بإيه بعد ما بيشرب السيجارة؟ هل فعلا بيهدى ومزاجه بيروق وكل المشاكل بتتحل؟ يعني هي السيجارة دي هي اللي ليها التأثير السحري علينا، هي اللي بتحل لنا كل مشاكلنا؟ تعالوا نتكلم في الموضوع ده مع ضيفتنا اللي مشرفانا، أستاذة شهيرة رفعت، مدربة حياة. أهلا بيكي معانا أهلا بيكي. في الحياة. وخلينا نقول يعني إيه مدربة حياة في الأول؟ باختصار شديد يعني مدربة الحياة هي احنا بنحاول ان احنا نساعد الناس ان هم يوصلوا لأهدافهم بطريقتهم، يعني كل واحد فينا ليه طريقة معينة بيقدر ان هو يوصل بيها لأهدافه. فهي بتبقى حاجه زي ما تقولي حاجه شخصيه، يعني بدل ما تبقي مثلا بتبقي في تريننج فبتعملي تدريب لمجموعه من اشخاص، لا ده بيبقى فردي، فكل واحد فينا بيبقى ليه طريقه معينه ازاي بيقدر يوصل فيها لاهدافه. العزيمه عندنا بتبقى مختلفه، حياتنا مختلفه، اسلوب حياتنا مختلف، فكل واحد ليه طريقه معينه، فاحنا بنحاول ان احنا نحط زي يعني زي خريطه كده ازاي يقدر يوصل لاهدافه بطريقته هو. وده بيبقى بشكل فردي، بشكل مش جروب فردي مع بعض مثلا زي في بيبقى بشكل التنمية فردي، البشرية. ممكن يبقى في شكل جماعي بس بيبقى برضه في نطاق برضه صغير يعني محدود. طيب انا شايفة ان الموضوع ده قريب قوي من موضوعنا، لان موضوع التدخين للاسف بقى موضوع منتشر جدا، واحنا بنتكلم في موضوع يمكن مرتبط قوي بارادة الانسان. فهل يعني التدريب الحياة ليه علاقة بتقوية ارادة الانسان؟ ده اكيد، لان احنا بنحاول ندور على ايه هي النقطه يعني في كل شخص اللي تقدر تخليه، مثلا لو احنا بنتكلم على التدخين كل واحد ليه هتلاقي عنده ضعيف من ناحيه التدخين في حته معينه، ممكن يكون مثلا عنده يعني صحابه مثلا بيدخنوا او مثلا صاحباتها، لو احنا بنتكلم على المراه يعني حرمانيات. بالذات، يعني ممكن يكون تاثير سلبي من الاصدقاء، فبتحاولي ان انت، فكل واحد ليه سبب بيبقى مختلف عن التاني، ممكن يكون تمرد، ممكن يكون ان هي شايفة ان ده بيخليها شكلها حلو او بيديها انوثة اكتر او بيديها نوع من الحرية، او تمرد على العادات والتقاليد، فكل واحد بيبقى ليه سبب مختلف عن التاني، فلما بنقدر نعرف السبب بنقدر ان احنا نوجه الشخص للطريق اللي هو يقدر ان هو يبطل فيه مثلا السجاير. طب ايه اكتر الاسباب اللي لقيتيها منتشرة جدا بتؤدي الى التدخين سواء مع السيدات او مع الرجال؟ هي بصي بتبقى يعني هو بيبقى يعني أكترية اللي هتلاقي الظاهرة يعني مع الشركات التدخين والدعاية، لأن كل واحد شركات التدخين هتلاقيهم عايزين يبيعوا أكتر، فبيحاولوا ان هم يوظفوا لك ان السيجاره دي يا اما لو هيبيعوها للست هيقولوها دي بتديكي انوثه اكتر، بتخلي شكلك جذاب يعني، فبيحاولوا يشوفوا ايه النقطه اللي ممكن يقدروا يشدوا بيها الست للسجاير، وهيبتدوا يبيعوا بيها بالطريقه دي. يعني لو لاحظتي يعني مؤخرا بقى في سجاير اللي هي الرفيعه السلمز دي. والسليمز مش عارفه بيلونوها، فبيخلوكي ان انت تبقي عايزه تشتريها علشان هتزود يعني هتديكي انوثه اكتر او هتحليكي، او يعني بيحاولوا ان هم يلعبوا على العقل الباطن اكتر يعني اكتريه الوقت. يعني كتير منا ناس كتير قوي يحسوا ان مثلا التلفزيون ده بقى تنويم مغناطيسي، يعني زمان معتقداتنا يعني ان هو ان بتنامي ويعملوا لك تنويم مغناطيسي، التلفزيون عباره عن تنويم مغناطيسي لانه بيخش على طول على العقل الباطن، فبيخليكي ان انت تغيري من افكارك، ان تحسي ان تربطي السيجاره دي بحاجه بالنسبه لك اللي هو حريه، او تربطيها بانوثه، او تربطيها بجاذبيه، فبتربطي السيجاره دي بحاجه في مخك بتخليكي ان انت عايزاها. طب هل فعلا حقيقي ان في ناس كتير، اعتقد ده يعني حقيقي وبنشوفه، ناس كتير بتبقى زهقانه جدا مثلا، متنرفزه جدا في موقف معين صعب بتمر بيه او بيمر بيه، ويقول لك اقرب حاجه انا عايزه اشرب سيجاره عشان اهدى، ده حقيقي؟ وهل هي ليها تاثير فعلا بتهدي فعلا؟ لا انا لا ده بقى ممكن ده يعني دي بتبقى عاده، يعني هي بتبقى برضو ربطها ان السيجاره بتخليها تهدى عصبيا، او السيجاره ممكن مثلا يكون بيقولوا لها بتخسس وبتسد نفسك، فهي كلها على انت بتربطيها بايه في حياتك.
فاهم قصدي؟ فممكن ان هي خلاص حطت ان السيجاره بالنسبه لها ربطتها ان هي بتهديها عصبيا، فهي هتهديها عصبيا لان هي ربطتها بالحاجه دي بالذات. لكن هي لو ربطت السيجاره بحاجه ان هي بتضر صحتها، حاجه وحشه يعني، حاجه سلبيه بتضر صحتها، هتلاقيها ان هي يعني مش هتلاقيها عايزاها قوي. يعني دايما نحب ان احنا نحط يعني بدل ما انت تقولي مثلا، يعني لو انا رحت المثال بتاع ان السجاير بتسد نفسك او تخليك ان انت تخسي، لو انا ربطت ان السجاير بدل ما بربطها بحاجه ان انا عايزه اخس كده، اربط الموضوع ده ان انا عايزه ابقى صحيه، فالعب رياضه واكل كويس واخد بالي من نفسي ومن اكلي ومن من حياتي اليوميه عايشاها ازاي، هل عايشاها بطريقه صحيه ولا لا. فالموضوع كله على حسب انت بتربطيه بايه. بس ساعات كتير قوي ممكن تلاقي ناس تقول لك اه بس صعب قوي ولا، او الناس بيجي لها العزيمه بتاعتها عامه يعني بتنزل، يعني مش دايما بتبقى عاليه، بس دي برضو الواحد ممكن يشتغل عليها لان كل واحد يعني زي ما تقولي درجه العزيمه عنده مختلفه من شخص الى اخر. تمام. فلو يعني لو كان السبب مثلا الاصدقاء، ممكن انها تبتدي تبعد عن الاصدقاء اللي بيدخنوا، فبحيث انها ما تبقاش قوي يعني محطوطه في يعني في اطار ان هي اللي حواليها كلهم بيدخنوا وهي اللي ما بتدخنش، عشان يعني تقوي عزيمتها يعني، فتبقى مضطره ان هي تعمل زيهم. طيب حضرتك كمدربه حياه، دورك بيبقى ايه مع المدخن او المدخنه؟ بتعملي ايه علشان تقوي ارادته ويقدر يسيب التدخين؟ بصي، هو لازم يكون هو عايز ان هو يبطل تدخين. يعني لو هو ما عندوش الاراده والعزيمه او ان هو مقرر ان هو عايز يبطل تدخين، يبقى هيبقى مجرد ان احنا عمالين بنلف في حلقه يعني مفرغ بالظبط. يعني مفيش، مش يعني لان هو يعني هو بيقول عايز بس مش عايز، ما عندوش الاراده ان هو يعملها وما عندوش يعني مش عايز يعني يعني لازم فعلا يكون عايز يبطل تدخين. كتير قوي بنسمع كلمه انا عايز ابطل بس مش عارف. اه، ما هي مش عارف دي بتبقى اللي هو لا يعني، لان دايما عامه دايما يقول لك القرار، يعني اول ما بتاخدي قرار ان مثلا لو خدتي قرار ان انا هبطل تدخين، دي بدايه تغيير. يعني مع كل قرار ده بيبقى بدايه في التغيير. فلو انت ما خدتيش القرار ان انا هبطل، يبقى مش هتبطلي. طب ليه يعني؟ دايما هتلاقي اسباب عماله بتجي، لا اصل صعب، اصل انا اتعودت، اصل النيكوتين، اصل. طب الحقيقه بقى يعني احنا فعلا بنقول الاسباب دي لنفسنا وبتبقى مختلفه جدا اشكالها وانواعها كتير قوي الاسباب دي، بس الحقيقه بتبقى فين؟ هل الحقيقه ان بيبقى فيه ضعف فعلا في الشخصيه دي ضعف في الاراده؟ ضعف في الاراده، ولازم تبقى تقوي عزيمتك اكتر من كده، ان انت تبقي عارفه وتصدقي ان انت فعلا لو اخدتي القرار ان انت تقدري تعمليه. لان ناس كتير قوي تقول لك اه طب اوكي لا يعني لا بس انا يمكن ضعيفه مش هقدر. لو انت هتفضلي تقولي لنفسك كل يوم اه انا ضعيفه ما اقدرش ابطل سجاير، عمرك ما هتبطليها. صح، تمام. طب ناخد اول تليفون معانا من عزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ ازيك يا عزه، اتفضلي. الحمد لله. انا بس كنت بسال يعني كنت بقول يعني ملحوظه تانية، يعني لحكايه التدخين، ممكن التدخين للتقليد. يعني انا مثلا لما اشوف مسلسل او اشوف فيلم ممثله مشهوره بتشرب سجاير وعادي الرجاله كلها تشرب، يعني يقدموا لها السجاير عادي. مثلا تبقى متضايقه تروح واخده سجاره، تبقى مثلا بتزعق للولاد تخرج تاخد سجاره. طب ما انا كده، ما انا ممكن اقلدها. حد لو جه كلمني اقول له ما فلان ما شفت الممثله الفلانيه بتشرب سجاير قد ايه؟ هو انا هاجي قدها ولا ربعها؟ فيعني انا قصدي يعني ان حتى يعني بقت حاجه عاديه بالنسبه لنا ان احنا نشوف ست بتشرب سجاير. كان الاول كان الواحد يعني واحده بتشرب سجاير معقول؟ يعني كان الواحد كان يستغربها. لكن دلوقتي عادي، ده بيشربوا الشيشه وبس. وشكرا لك يا عزه. هي الحقيقه اتكلمت في نقطتين مهمين فعلا، التقليد، وده يمكن بنلاقيه في السن الصغير اكتر، يعني في السن مثلا من 13 اعتقد 14 15 خد اشرب سيجاره، او ولد بيشوف زميله بيشرب سيجاره، او بنات برضو بيشوفوا زميلاتهم بيشربوا سيجاره فعايزين يقلدوا. مظبوط، ما هو ده السن بتاع اللي هو بيبقى في التقليد. ولو الام مدخنه ولادها في سن اللي هو بيبقى من ابتداء من 11 و13 سنه ده، او من 10 قولي في السن ده، بيبتدوا يشوفوا ان ده عادي، ان دي ظاهره عاديه، وان في البيت والام بتدخن، فبيبقى بالنسبه لها هي ما بتفكرش ده صحي ولا مش صحي. هو بالنسبه لها هو ده شيء عادي، فبالنسبه لها بتبقى حاسه ان هي هتبقى زي مامتها، هتطلع هتكبر هتدخن. فبالنسبه لها بيبقى شيء طبيعي، هي اتربت على ده يعني. فده طبيعي، ده مش حاجه غريبه بالنسبه لها. بالظبط. طب لما ترجع الام تقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده، ازاي هنا انا بخلق الازدواجيه في البنت؟ يعني ازاي ابقى او في الولد طالع بيشوف ابوه بيدخن فبالتالي بيدخن زي ابوه،
الكارثه بقى كبيره جدا جدا لما اجي اعالج بعالج غلط، يعني الراجل يجي يقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت اتجننت، وتبقى كارثه وتبقى مشكله رهيبه في البيت ان الولد بيتدخل. عشان كده لازم الاب والام يكونوا يعني دايما واخدين بالهم ان هم قدوه. لو هو الموضوع ده هيسبب لهم ازمه ويخليهم يحسوا ان ده لا وازاي وانا ابني بيدخن، يبقى لازم ان هم يبطلوا، لان لازم يكونوا قدوه. يعني لما يجي يقول له لازم تبطل تدخين لان ده غير صحي، طب ما انت بتضر بصحتك. فبس في بقى ظاهره تانية ان الناس ممكن تلاقيهم بيدخنوا او ما بيدخنوش قدام ولادهم، ودي برضو بتبقى كارثه تانية. لان لو الابن او البنت اكتشفوا ان ابوهم وامهم بيدخنوا وهم يعني بيتظاهروا، يعني ما دي برضو في كذا حاجه. يعني ما احنا عايزين نتكلم في الحاجات دي، لان دي حاجات احنا بنشوفها في الحياه، شوفها منتشره بشكل كبير جدا فعلا. الام اللي بتدخن، واللي بتدخن قدام ولادها، واللي بتدخن من ورا ولادها، الاب مزبوط. اللي بيدخن، واعتقد بالنسبه للراجل يعني عاديه شويه، يبقى عندهم النيه كويسه ان هي مش عايزه تدخن قدام اطفالها. يعني هو يعني احسن من ما فيش يعني. بس يعني انها ما بتدخنش قدام اطفالها علشان يعني تبقى قدوه كويسه، او ممكن يكون ان هي عندها ضعف اراده فمش قادره انها تبطل بس بتحاول. يعني كل واحد بيبقى ليه ظروفه مختلفه، ما تقدريش ان انت تحكمي على كل واحد ان ده صح وده غلط، لان في بتبقى ظروف مختلفه واسبابها مختلفه وظروفها برده مختلفه. بس انا برضو عجبني المثل اللي قالته بالممثلين وكده، ان فعلا ان لما بتلاقي ممثله كتير قوي، لو انت بتتفرجي على التلفزيون ولقيتي ممثله انت بتحبيها وقريبه من قلبك قوي وبتدخل بتاثري بيها، فبتبتدي تحسي طب ما انا لو انا دخنت هبقى زيها او شكلها او هقرب منها او هتبتدي ان انت التقليد ده بيبقى بتبتدي ان انت تمسكي السيجاره زيها، تبتدي مش احساسك بتبقي بيقربك منها اكتر، فتبتدي ان انت تقلديها. فدي برضو ظاهره برضو يعني سبب من الاسباب اللي بيخلي برضو ان الست تدخن يعني. تمام. طيب زمان كنا كتير قوي بنشوف ناس بيدخنوا وي بس كانوا بيستخبوا، يعني ما كانوش بيبقوا واضحين وظاهرين زي دلوقتي. دلوقتي فعلا السيجاره، الست ماسكه سيجاره، دي حاجه عاديه جدا وطبيعيه مزبوط. جدا، ومش حاسه باي حرج ومش حاسه ان هي بتعمل حاجه، يعني دي حاجه طبيعيه بالنسبه لها. كمان الشيشه انتشرت بشكل رهيب على الكافيهات، كله بنات وولاد بيشربوا شيشه. ده راجع لايه؟ الجرأه في التصرف ده راجع لايه دلوقتي؟ بتهيالي ان زمان العادات والتقاليد كانت برضو حاكمه المجتمع المصري اكتر من دلوقتي. هتلاقي دخول بقى التلفزيونات والانترنت والحاجات دي كلها بتخلي الواحد بيبقى عنده يعني متطلع اكتر، ويعني بيبقى برضو نوع من التقليد للمجتمعات الاجنبيه. فهتلاقي ان كل الحاجات دي كلها بتساعد على تحرر المجتمع يعني ممكن يكون جه من زاويه التدخين، او ممكن يكون من في زوايا اكيد اخرى يعني، بس عمل شكل او ظاهري ان التدخين عادي ما فيهاش حاجه، يعني ان الست تدخن ما فيهاش حاجه، ان الست تدخن عادي قدام الناس ما فيهاش مشكله. طب في ناس يعني زمان كتير كانت كانوا بيدخنوا في الحمامات، دلوقتي بقى عادي ظاهره عاديه ان في كافيهات وبره، وعادي ما فيهاش اي حرج يعني. يعني الناس كانت زمان كانت بتبقى قلقانه، طب لا هيقولوا عليا ايه، لا ما يصحش، ما ينفعش ان انا ادخن كده. فبقى يعني المجتمع بقى يعني زي ما تقولي متقبل فكره ان الست تدخن دلوقتي عن زمان. فهو تغيير من العادات والتقاليد او تمسك الناس بالعادات والتقاليد زي زمان. طيب في ناس كتير قوي يقولوا لا انا ما بدخنش، انا بشرب شيشه بس. في فرق بين الاثنين؟ هو اكيد يعني لا، هو اكيد الاثنين زي بعض. هو يمكن الناس بتفضل سجاير عن شيشه، او ممكن يعني هتلاقي ان كل واحد ليه يعني اسبابه، بيفضل السجاير عن الشيشه او الشيشه عن السجاير، بس هما الاثنين اضرارهم واحده. اكيد صحيا يعني اكيد اضرارهم واحده. لكن انا بتكلم في موضوع يعني الاراده، يعني يمكن الشيشه دي كل واحد يعني في ناس كتير عندها مفهوم ان هي مش مضره، او ان هي يعني بتبقى للتغيير لحاجه مختلفه بنعملها. لكن السيجاره دي لا، ده السجاير دي خطيره جدا وقاتله، حتى مكتوبه على العلب. هقول لك علشان هقول لك ليه، لان علبه السجاير انت ممكن يعني ممكن هي قدامك متاحه في اي وقت، متاحه في اي وقت. انت الشيشه هتنزلي علشان تشربي شيشه، فيعني نفس يعني عشان تعمليها هياخد منك وقت ومجهود وكده، ولازم تنزلي يعني ما هياش زي السيجاره قدامك كل ما هتبقي عايزاها هتاخديها. فانت ممكن يكون استهلاكك للسجاير اكتر بكتير من استهلاكك للشيشه،
بس الاثنين اكيد مضرين بالصحه يعني، فيعني هما ما فيهمش فرق، بس هي على حسب السجاير بحس ان يعني الاستهلاك بتاعها بيبقى اكتر، ويعني ومتاح ليكي في اي وقت، ممكن تشربي سجاره في اي وقت. ايه يعني اكيد الاضرار البدنيه كتير جدا، ايه الاضرار النفسيه اللي بتعود على الرجل او المراه من السجاير؟ ان انت بتحسي ان في حاجه حاكماكي او حاجه مسيطره عليكي، يعني انت محتاجاها، حاجة يعني متحكمة فيكي. متحكمة فيكي بالظبط، هي دي اضرار ان انت حاسه غير صحيا طبعا، يعني صحيا اكيد بيبقى ليها اضرار كتير، بس ان انت مجرد ان في حاجة حكماكي ومتحكمة فيكي ان انت عايزاها دلوقتي، ولو ما خدتيهاش دلوقتي هتبقي حاسه ان انت متوترة او متعصبة او حاسه ان انت في حاجة يعني مضايقاكي، فهي مجرد ان انت تبقي حاسه ان في حاجة يعني خارجة عنك انت هي اللي بتتحكم فيكي. تمام. وده اكيد شعور ما هواش ظريف يعني. اكيد طبعا. طيب خلينا نقول كده، لو بنقول للسن الصغير، لو بنخاطب السن الصغير اللي بيقلده زي ما بنقول 13 و14 و15، عايزين نتكلم عن دور الاب والام، دورهم التوعوي مع اولادهم، المفروض يعملوا ايه في السن ده؟ انا بقول لازم ان يبقى في توعيه للاب والام الاول اكيد عشان يقدروا ان هم يعملوا توعيه صحيحه للاطفال. يعني اصل ممكن يكون يقول لك هو بيشرب سجاير بس شايف ان هي غير صحيه، بس هو مش عايز ابنه ان هو يطلع زيه ويبقى غير صحي يعني. فانت لازم هو يبقى هو من جواه مقتنع ان دي عاده، يعني عاده سيئه وغير صحيه، وفي نفس الوقت لو هو ضعيف الاراده ممكن ان هو يبقى، يعني انا في نظري ده رايي الشخصي يعني، ان هو يقول ان انا ارادتي ضعيفه وانا مش عايزك تبقى زيي، يعني بالظبط، لو انا يبقى مش في قادر بالظبط يبقى يعني. فيه بالظبط يبقى في صراحه يعني. عشان طيب انا عايزه اقول لك حاجه، يعني موقف كده يمكن بيوت كتير قوي عاشته، لو صحي من النوم كده بالليل ودخلت على الاوضه على ابني او بنتي لقيت شميت ريحه سجاير رهيبه واكتشفت ان ابني او بنتي بيدخن، المفروض رد فعلي يكون ايه؟ رد الفعل الصح الايجابي اللي يعود عليه بايجابيه، المفروض اعمل ايه؟ انا اقول انها لازم تتكلم معاه، تعرف ايه الاسباب، وهل الاسباب اصدقاء ولا هل الاسباب حاله يعني نفسيه ولا هل هو تقليد، لانك اول ما هتعرفي السبب ايه هتقدري ان انت تعالجيه صح. يعني لازم نعرف ايه هو الاساس، يعني اساس ان هو ابتدى ليه وابتدى عشان ايه، وايه كان ايه غرضه من ان هو يعني الصوره دي رهيبه بصراحه، ان يعني ده متهيألي ما يكملش 10 11 سنه ولا ايه تقريبا كده حاجه كده او يمكن اصغر كمان، ممكن 9 حتى كمان. حاجه صعبه جدا يعني. طب في ناس كتير قوي رد فعلهم بيبقى بشع، يعني ممكن يكون سلبي على الاولاد، ان يعني يبقى في مشكله وبيبقى في ثوره في البيت كبيره جدا، ده بيقلب ضدهم بقى، لان بيبقى اللي هو بيبقى تمرد، فبيبقى عند وبيقلب بقى تمرد على عند، على ان انا لا وهما بيتحكموا فيا وانا عايزه اعمل اللي انا عايزه وانا حر، فساعات بيقلب الموضوع بيبقى يعني عكسي. فلان الولاد بيبقوا عايزين يعرفوا يفهموا ايه الاسباب، طب ليه مضر، طب لو وعايزين هو يجربوا الحاجه دي وعايزين يعني. يجربوا هو ممكن يعني، ممكن لو كده ممكن يعني ممكن يجربوا يعني، بس ما انت في حاجه بقى، ما انت ممكن تجربي ويعجبك، فانت يعني مشكلة. انت ممكن تقولي له اوكي طب جرب، بس ممكن يجرب ويحس ان هو عجبه عجباه السجاير، فساعتها فانت الموقف ساعتها هيبقى ايه؟ بالظبط يعني، فانت لازم ان انت تتكلمي معاه بالاقناع. بالاقناع بالظبط، ان دي حاجه غير صحيه وان هي هتضرك، وان لازم تكون ان انت يعني ممكن مش لازم ان انت تقلد صحابك، لازم تبقى مختلف، وده ما يعني تحاول انها تحسسه ان ده مش هيخليك مختلف، يعني انت لو ما مش ده قلتهمش مش هو ده التميز يعني او بالظبط، مش هو ده الانفراد. التميز، ان انا عشان انا كده بقى بشرب سجاير يبقى انا كده راجل يعني، لان في ساعات صحاب يلعبوا على النقطه دي، انت ما بتشربش سجاير، انت مش راجل، انت مش عايز تجرب عشان مش عارفه ايه، ده كتير، فساعات ما هي دي حتى بتبقى السينما المصريه جسدت ده بشكل كبير جدا يعني. طب خلينا نقول كده سريعا عشان وقت فقرتنا، ايه التقنيات الحديثه اللي وصلنا لها بتقدر تساعد المدخن او المدخنه في الاقلاع عن التدخين؟ بصي هو زي ما هرجع تاني واقول، هي بتبقى يعني اراده وعزيمه، وبيبقى يعني مع دول قرار ان انا هاخد قرار ان انا ابطل تدخين. وزي ما كنت بقول في مثلا في حاجات في علم كده اسمه البرمجه اللغويه العصبيه،
ده عبارة عن ان انت ازاي تبرمجي عقلك الباطن ان هو يعمل يربط ما بين الحاجة الشيء اللي انت مثلا يعني شيء اي عادة مثلا انت عايزة تبطليها وما بين مثلا حاجة يا اما حاجة سلبية يا اما حاجة ايجابية. فانت ممكن تربطي التدخين بحاجة مثلا سلبية وتعمليها زي ما تقولي تحطي مكانها حاجة ايجابية. يعني مثلا نقول مثلا لو يعني انا مثلا نظرية البديل يعني بس لازم ان انا في عقلي الباطن ان انا يعني اربط التدخين بحاجه سلبيه جدا، فبحيث ان انا كل ما احس ان انا عايزه مثلا اقرب اخد سيجاره احس ان انا يعني لا ده انا ما اقدرش مقبله ما على اقدرش يعني حاجه لا لا كارثه حاجه يعني يا كارثه يا اما اقرف نفسي منها جدا، بس ده بيحصل في العقل الباطن. وبعد كده تيجي بقى تحطي مكانها حاجه عاده تانية، مثلا لو احنا مثلا لو نقول السجاير بتمسكيها في ايدك وبتبقى ليها يعني ايدك ويعني في بقك مثلا، ممكن تقولي طب انا هبدلها بمثلا ان انا هبدلها مثلا بشرب كوبايه ميه، فانت برضو بتمسكي كوبايه الميه وبتشربي، بس ده برضو بتبقى ليها برمجه يعني تكنيك يعني ان انت طب بتعمليه البرمجة بال دي هل هي أكيد بيبقى ليها تدريب بشكل معين مظبوط. وفترات معينة؟ طب أي حد عايز يوصل لده، عايز يبرمج دماغه كده ويشغلها صح، يعرف ايه الإيجابي وايه السلبي ويقرب من الإيجابي ويبعد عن السلبي، يعمل ايه؟ يحاول ان هو بص يحاول ان هو يقدر يعني انت عشان تقدري ان انت تعملي اي نوع من التغيير لازم تعمليه مش في الوعي، يعني لو انا بنتكلم على الوعي مش بتكلم على التنويم المغناطيسي ان احنا نبقى نايمين، بس ان انت بتوصلي للعقل الباطن ان انت تربطي زي ما بقول لك السجاير بحاجه سلبيه ان السجاير دي مضره او حاجه تقرفك من السجاير يعني جدا. اقعد في حوار بيني وبين نفسي. بالظبط، يعني ممكن تعمليها حوار ما بينك وبين نفسك، وممكن حد مثلا يساعدك فيها يعني ان هو يقول لك ان السجاير دي كذا، فهي تربطي السجاير بحاجه سلبيه تماما وبتبتدي ان انت تدوري على تانية عاده تانية ان انت تقدري حاجه بس تبقى ايجابيه ان انت تعمليها بدل السجاير. واي عاده سيئه عايزه تبطليها او اي عاده ايجابيه عايزه ان انت تبقى جزء من حياتك بتاخد 21 يوم. اي عاده ايجابيه او اي عاده سلبيه اي عاده سلبيه عايزه ان انت تبطليها تغيريها تاخد تغيريها 21 يوم. تفضلي طب اي حاجه ايجابيه عايزه اكتسبها تاخد قد ايه؟ 21 يوم برضو يعني لو انت هتبطليها لو انت عايزه ده تبطلي 21 حاجه يوم ده كورس مثلا تدريب لا ولا انت تفضلي على الموضوع ده ان انت مثلا لو انت عايزه تبطلي السجاير لو فضلتي 21 يوم 21 يوم بتشربي السجاير وماسكه نفسك هتلاقي ان الموضوع بعد 21 يوم بقى اسهل لك، يعني بقى اسهل طب الموضوع اشمعنى 21 يوم؟ هم بقى علميا كده قال لك 21 يوم يعني بتبقى خلاص بتبقى يعني اتعودتي على سيستم معين وبقى كل يعني كل يوم بقى بتعملي نفس الحاجه فخلاص بقى جزء من حياتك يعني. طيب سريعا كده هنقول كلمه لكل اللي بيشوفونا دلوقتي واللي عايزين وعندهم الرغبه في ان هم يقووا ارادتهم، مش بس في الاقلاع عن السجاير لكن الاقلاع عن اي حاجه سلبيه. وبالنسبه للسجاير مفيش اكتر من ان علبه السجاير مكتوب عليها ان السجاير او التدخين بيؤدي الى الموت، فخلينا نقول لهم يعملوا ايه عشان يقووا ارادتهم. زي ما قلت قبل كده يا اما اللي هي تعرف السبب، ولو السبب ده اصدقاء تبعد عن الاصدقاء او ما تخرجش في معاهم في ويبقى سجاير، او الناس اللي بيخلوها يعني زي ما بتقول بيأثروا عليها سلبيا ما تبقاش متواجده معاهم. لو السبب مثلا نفسي ممكن انها تحاول انها تبدله بعاده مختلفه او عاده تانية. لو السبب يعني ممكن نقول ايه تقليد او حاجه احب اقول لها ان هو ده مجرد دي دعايه من شركات التدخين والاعلانات ان هم عايزين يوصلوا ان هم يبيعوا لك المنتج بتاعهم، بس هو مش كده يعني مش هي دي الصوره الصحيحه، لان هي لو انت عملوا مره زي دراسه عن سالوا المدخنين كلهم يعني اجمعوا 97% اجمعوا ان السجاير مضره بالصحه، فهي مش المشكله ان احنا مش عارفين انها مضره طب بالصحه، هي ايه احنا عارفين الازدواجيه الغريبه دي؟ ازاي ما ابقى احنا عارفه عارفين ان دي؟ هي مضره بالصحه، بس انت بتبقي حاسه ان هي بتديكي حاجه معينه، مش كده بقول لك لازم تدوري على تسالي نفسك وتبقي صريحه مع نفسك هي السيجاره دي يعني بتزود لك ايه؟ يعني بتديكي ايه؟ هل هي حاسه ان انت لما تبقي ماسكه سيجاره ده بيديكي احساس بالحريه وان انت متمرده على كل العادات والتقاليد، ولا يعني ايه هي يعني بتزود لك ايه؟ فلما تعرفي هي ايه هتقدري ان انت تحلي المشكله يعني.
هو فعلا جميل قوي. هختم كلامنا، هختم حلقة يعني فقرتنا بالكلام ده، وده احلى كلام نختم بيه بشكل عام، يعني ان الواحد يوصل لمرحلة المصارحة مع النفس والصراحة مع النفس، وده اكيد قمة التعادل النفسي. دي مرحلة جميلة جدا، يا ريت كلنا نقدر نوصل ليها ونحافظ عليها، لان بيها اكيد هنكسب كتير جدا في حياتنا. بشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا النهارده استاذه شهير رفعت مدربه حياه، نورتينا. ميرسي ليكي قوي. بشكر كل مشاهدينا اللي تابعوا معانا فقرتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. دلوقتي نطلع فاصل نشوف فيه تقرير عن عبايات كاجوال، ونرجع مع تاني فقره مع هند، خليكم معانا.